لكن خلينا نروح للمهندس فرج عامر، رئيس مجلس اداره نادي سموحه. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا استاذ محمد. ازي حضرتك؟ انت مالك صوتك عامل كده ليه؟ لا ابدا. الف سلامه. تحت امرك. اعتقد فكره ضم محمود صابر ده اضافه لفريق سموحه. طبعا اكيد، مش لعيب عايز كويس كلام. قوي. هو لعيب ممتاز ولعيب واعد، وربنا يوفقه ان شاء الله. رسمي خلاص انتهت كل الامور مع ونشكر نادي نادي بيراميدز. بيراميدز، خدناه اعاره سنه. اعاره سنه. دفعت كتير؟ لا ابدا. ما بتدفعش انت كتير. لا ما عنديش. طيب محمود صابر تعتبر الصفقه المنوره لسموحه السنه دي كاسم معروف، والباقي انت شغال مع الكابتن احمد سامي على حته لعيبه الدرجه الثانيه وكده بتنتقوا منهم، صح كده؟ الحمد لله. بس في ناس تانية برضو هتبقى معروفة إن شاء الله لسه أول ما نبدأ. هتيجي يعني؟ والله بص، كل شيء وارد. في حد من الأهلي؟ لا الأهلي في البستانجي، في إيه يا فندم؟ محمد البستانجي. محمد البستانجي. ده اللي، لا أنا بتكلم في اللي جاي. لا اللي جاي، لا مفيش إضافة جديدة لسه من الأهلي. لا مفيش حاجة من الأهلي، لكن في صفقات جاية لسموحة بأسماء معروفة الفترة اللي جاية. وارد وارد وارد. وارد. الهدف ايه من الموسم اللي جاي يا باشمهندس فرج لسموحه؟ والله التفكير لايه؟ هدفنا ان احنا نعمل اقصى ما نستطيع ونوصل لاحسن ما يمكن. احنا عملنا 54 نقطة الموسم اللي فات ده، ويعني يمكن كان حظنا عسر في 3 4 مباريات. لو كانت الامور مشيت بوضعها الطبيعي كنا طبعا عملنا اكتر وحققنا اهداف كتيرة قوي، لكن قدر الله ما شاء فعل. كان نفسنا برضو نكون احسن من كده. توقعاتك لمباراة الاهلي والزمالك؟ لا الاهلي والزمالك دي يصعب التكهن بيها. الفرقه اللي تعتقد انها ضامنه المكسب ما بتضمنش المكسب، لان اصل المباراه 90 دقيقه وارد يحصل فيهم اي حاجه. يعني 90 دقيقه دي وارد تحصل فيهم اي حاجه، اي لعبه غلط، اي لعبه خطا، اي لاعب يخطئ، اي لاعب يرتكب خطا، يعمل نوع من الاهمال، وارد ان يضيع المباراه. فالمباراه طبعا ايه، ما حدش يقدر يحسب مباريات الاهلي والزمالك دي ابدا يعني من مهما وجهة كان. نظر المهندس فرج عامر 50 50؟ ما اي مباراه 50 50، ده مش اي مباراة. المباراه دي 50 50. المباراة دي 50 50. طيب وجهة نظر برضو حضرتك في ال 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 الجماهير، والجماهير اللي قاعدة منتظرة مباراة كبيرة جدا حاجة جميلة. بين الفريقين. ده عايز اقول لحضرتك، ده التذاكر نفذت في خلال ساعة واحدة فقط، ما كملتش ساعة اقل والله. من ساعة. ما كملتش ساعة. فحاجة جميلة جدا وحاجة متعة جدا. وطبعا انا يعني بشكر المملكة العربية السعودية طبعا طبعا على استضافتها طبعا طبعا الجميلة دي وتعاونها الرائع ده معاه. هو طبعا ده سوبر افريقيا، بس طبعا ده يعني اخوة وحب واحترام ويعني تعاون جميل قوي قوي قوي. نتمنى ان هو يزيد ويزيد ويزيد يعني. وبعدين حدث جميل. نعم عايز اسال حضرتك سؤال، رايك في شكل الدوري الجديد؟ كويس ممتاز. انا كان نفسي طبعا ان الدوري يكون كده، واظن انا قلت مع حضرتك اكتر من مره ان يعني النظام البلجيكي ده هو انسب نظام هو للدوري، الانسب. هو الانسب. لكن الاداره الفنيه عندنا كان ليها راي تاني، لكن انا طبعا مقتنع تمام الاقتناع ان النظام البلجيكي ده هو انسب نظام لفك الارتباط وفك اللخبطه بتاعه الدوري. انا كنت اتمنى ان يكونوا 10 و8، بس طبعا الانديه اختارت 9 و9. تمام، كان احسن لو كانوا 10 و8. تغليب المصلحة العامة كان هدف رئيسي في الاجتماع مش عايز الكلام، الرائع وهو اللي ده اتعمل. مع المصلحه العامه، هو ده مع المصلحه ده العامه. صح، يعني حضرتك كنادي سموحة موافق على النظام وهتشتغل على كده ان انا شاء الله. اول من ايد النظام، اول من ايد النظام ده احنا، اول من ايد النظام ده الحمد لله احنا تمام. سموحة ايد النظام ده. لكن جينا في الاخر طبعا الاداره الفنيه، لكن احنا برضو احنا كنا يعني مؤيدين لهذا الفكر وهذا النظام، لان ده حل، احسن حل وانسب حل في توقيت سليم لفك الاشتباكات اللي موجوده في الدوري المصري تمام. والارتباطات الدوليه والماتشات الافريقيه الى اخره. مهندس فرج عامر رئيس مجلس اداره نادي سموحه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.